الحمد لله وكفى وصلوات ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا مع قصة نبي الله يوسف الصديق، وسنحاول في هذه الحلقة أن نلم شتات هذه القصة المؤثرة والتي فيها من العبار والحكم ما يعجز اللسان عنه، حيث تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض فدبرها وأحسن تدبيرها، وشاءت قدرة الله تعالى أن إخوته الذين رموه في البئر أن يأتوا إليه طالبين راغبين لما أنعم الله تعالى عليهم من القمح وخيرات الأرض، فدخلوا عليه كما قال الله عز وجل فعرفهم وهم لهم منكرون، أي عرفهم يوسف ولكنهم لم يعرفوا يوسف لأنه قد يعني كبر وتغيرت ملامحه، ويعني قد تغيرت أمور كثيرة في يوسف عليه السلام، فعرفهم وهم لهم منكرون. قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون، والشرط عليهم أي يوسف عليه السلام أن يأتوا بأخيهم بنيامين معهم، قال لهم عندكم واحد أخوكم خصكم تجيبوه. فعادوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا يعني قد منع مني الكيل، أنا بغوش يعطونا الزراع والخيرات، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، يعني سيفتوا معنا وراه يكون في حفظ الصون. ولكن أباهم يعقوب عليه السلام ما زالت قصة يوسف حاضرة ماثلة أمامه، فرفض أن يصحب يعني بنيامين معهم، فرفض في الأول، ولكن بعد الإلحاح والطلب استجاب لطلبهم، وحكى القرآن وهذا الموقف فقال سبحانه قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قال هلا منكم عليه واش غنثق فيكم ونعطيكم الولد ديال بنيامين كما أمنتكم على أخيه من قبل أي يوسف. يعني تصوروا معي هذه المدة الزمنية كلها وما زال يوسف يعني نصب عينيه، يعني فالله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. وعندما وصلوا إلى مصر يعني بصحبة بنيامين دعا يوسف الحرس، أي الناس الحجاب ديال يوسف عليه السلام ومن يقوم بحمايته وكذا، أمرهم أن يضعوا المكيال هذاك اللي كيهزوا بالزرع وكيعبروا به، قال لهم غديروه في الشواري ديال بنيامين، يعني أمرهم أن يضعوا المكيال في رحل بنيامين ليحتجزه عنده، بغي يخلي عند أخوه. وحكى القرآن وذلك فقال سبحانه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، يعني بعد ما حط هذاك المكيال في الشواري ديال بنيامين الأخ ديال سيدنا يوسف، يعني كان واحد البراح قال لهم على أنه راه الملك ضع لي واحد يعني المكيال أو الصاع واللي لقيناه عنده راه غنحبسوه. فبداو كيقلبوا في الشواري وفي الأمتعة ديال إخوة يوسف، ولكن في الأخير وجدوه عند بنيامين، وكان يوسف عليه السلام كان حكيما في يعني محاولته جلب أخيه وبقائه معه. وبعدما احتجز يعني يوسف عليه السلام أخاه بنيامين، يعني عاد إخوته إلى أبيهم يعقوب، مشوا عند الأب ديالهم وحكوا له القصة وقالوا بأن ابنك يعني قد سرق صاع الملك، لكن أباهم لم يصدقهم وأخذ في البكاء والنحيب وأصابه العمى ما بقاش كيشوف، فطلب منهم أن يذهبوا مرة أخرى لمصر للبحث عن يوسف بن يمين، يعني مسيره سيد الله تعالى هذاك العزيز لمصر لعل الله تعالى أن يرقق قلبه. فقال الله عز وجل حاكين هذا الموقف يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، سبحان الله حس بأن يوسف ما زال حي وبأنه غيكون في هذه المنطقة، فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك المؤمن دائما يكون له أمل يعني مع الله عز وجل. وعاد إخوة يوسف إليه ليطلبوا منه السماح والعفو، قالوا لي يعني الأخ ديالنا خطأ فاسمح لنا واسمح الأخ ديالنا، وقالوا لي إن له أبا شيخ كبير، الأب ديال بنيامين اللي هو الأب ديالهم أيضا هو سيدنا يعقوب، قالوا رجل كبير، فأرادوا أن يركبوا على وتر العاطفة
لعل يوسف عليه السلام أن يرد أخاه، ولكن شاءت قدرة الله عز وجل أن تسير الأمور على هذا المنوال، وأن يتصرف يوسف يعني بهذه الطريقة حتى يجتمع يعني حضن العائلة ويجتمع جميعا. فرق يعني يوسف عليه السلام فلكلامهم وأخبرهم أنه يوسف الصديق. في هذه اللحظة من يجيو عنده حكوا لي على الحال ديال الأب ديالهم بأنهم مابقاش كيشوف وأنهم كيبكي بالليل وبالنهار عليه وعلى واحد الدري ضاع سميتو يوسف، فقال لهم أنا هو يوسف وهذا أخي بنيامين. حينها طلبوا السماحة والعفو منه، يعني اعترفوا بالخطأ ديالهم وقالوا له لسيدنا يوسف يعني اسمح لنا لقد أخطأنا في حقك. بماذا رد عليهم يوسف عليه السلام الصديق؟ قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني العفو عند المقدورة، من بعد ما تمكن في الأرض تجاوز عن خطائهم وأخطائهم، وأعطاهم قميصة حيث واحد القميص وقال لهم غدوا لبا وغتحطوا على وجوه وإن شاء الله غيعود لي البصر. وبينما هم راجعين آيبين إلى أبيهم يعقوب، سبحان الله مسافة بعيدة يعني شم الريح ديال ولده يوسف عليه السلام، وحكى القرآن هذا الموقف فقال سبحانه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فلما أن حضروا ألقوه على وجه أبيهم فارتد بصيرا، أي عاد إليه بصره، ورجعوا إلى يعني خصو دابا يجمع يوسف الآن في السابق مشاو الإخوة، الآن سيذهب معهم كذلك الأب وزوجه يعني سيدنا يعقوب وزوجته. وفي طريق عودتهم قلت شعر والدهم بريح يوسف سبحان الله العظيم، فأتوا إليه يعني بالقميص وألقوه عليه فارتد بصيرا. ثم صار يعقوب بأبنائه إلى ابنه يوسف، وعندما رآهم يوسف في هذا المشهد الرهيب أسرع إلى والده يقبله، ويعني ذاك الشوق لسنوات بين الولد ووالده، بين الابن ووالده، بين النبي والنبي الآخر، وأجلس والديه على العرش وسجد له الإخوة وأبوه وأمه، وقال لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، أي ما حكيته لك في تلك الصبحية مما رأيته في ذاك المنام وقلت لي لا تقصص على إخوتك قد تحقق اليوم. وحكى القرآن ذلك بقول الله عز وجل وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي تفسير تلك الرؤيا قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن بعد ما شدات زريخة، وجاء بكم من البدو أي من البادية من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يعني اعتبر كل هذا الجرم كل هذا الفعل القبيح من إبعاد يوسف وبيعه في سوق النخاسة ورميه في البئر، اعتبره يوسف ذلك من عمل الشيطان قد دخل بينه وبين إخوته. انظروا إلى قمة السمح والسماحة والعفو على من ظلم أحبتي الكرام. ولذلك علينا أن نتحلى بقصة يوسف في العفو عن الناس، ونحن في شهر المغفرة وشهر العفو والعتق من النار. أسأل الله تعالى أحبتي الكرام أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى حلقة مباركة ميمونة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.